الآن قلت لكم منذ قليل إن العرب لما أخذوا صور الحروف من الشعوب التي تسكن في شمال الجزيرة، الكتابة المسمارية هذه من أهل الحيرة، كان عددها أقل من مين؟ من الحروف التي تستعملها العرب، فاضطروا أن يجعلوا لعدة حروف كم صورة؟ صورة واحدة. من جملة ذلك جعلوا لحروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء صورة واحدة. هكذا كانت، يعني كان الصاد والضاد والطاء والظاء صورتها واحدة. حتى بتذكر في نص قديم أظن سألوا مين، يعني والله نسيت الآن حتى ما تنقلوا عني شيء ما هو صحيح، سأل أحد التابعين كيف تفرق بين ناظرة وناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال بالسماع. بالسماع، يعني الخط ما بيساعدك، الخط القديم ما بيساعد لأنه الصورة واحدة. هكذا الأربعة كانوا مثل بعض في الكتابة القديمة. بعدين لما وجدوا ضرورة لإيه؟ للتفريق بينها، ماذا فعلوا؟ ثم فرق بين الصاد والضاد من جهة وبين الطاء والظاء من جهة أخرى بتطويل سنة الطاء والظاء. انتبهنا؟ هدول الأربعة كانوا مثل بعض، شو عملوا بالطاء والظاء؟ السن، هذا شايفينه السن؟ السن تبع الصاد والضاد والطاء والظاء، في الطاء والظاء شو عملوا؟ طولوا. بعدين شو عملوا؟ نقطوا الضاد ولم ينقطوا الصاد، ونقطوا الظاء ولم ينقطوا الطاء، فصار عندي كم صورة؟ أربع صور. شو كان عندي بالأول؟ صورة واحدة للأربعة، صالت الصاد هكذا، الضاد نقطوها فرقوها عن الصاد، الطاء طولوا السن فنقطوا الظاء وتركوا الصاد وتركوا الطاء مهملة، فصار عندي أربع صور لأربعة أحرف. هكذا يجب أن يكون كان من البداية، هكذا كان يجب أن يكون من البداية. يعني مثلا سبحان الله، يعني دائما الشعوب تقترض من بعضها، تقترض يعني بيأخذوا من، يعني مثلا العرب قلنا أخذوا من الكتابة المسمارية من أهل الحيرة وكذا، بعدين لما صارت الفتوحات الإسلامية وصار في عنا شعوب عجمية دخلت في الإسلام، أخذوا الحرف العربي وكتبوا به إيه؟ لغتهم. هلا الأتراك كانت لغتهم القديمة مكتوبة بإيه؟ بالحرف العربي، كانوا بيسموها الآن اللغة العثمانية، لغة الدولة العثمانية، إلى أن جاء مصطفى أتاتورك منشئ تركيا الحديثة، فسلخ تركيا عن الإسلام وعن العروبة واستبدل الحرف العربي بإيه؟ بالحرف اللاتيني، فصار ما يسمى الآن باللغة التركية، اللغة التركية المكتوبة بالحروف اللاتيني. أيضا وقعوا في مشاكل، فلو تنظرون أنتم في اللغة التركية تجدون نفس الحروف الإنجليزية لكن عليها نقاط، نقاط غير الموجودة في الإنجليزية. من شو سبب هذه النقاط؟ في اللغة التركية هناك حروف لا تصلح الحروف اللاتينية للتعبير عنها، فاضطروا إلى اختراع صور جديدة. كذلك الشعوب الأخرى غير الأتراك الذين أخذوا الحروف العربية فكتبوا بها لغاتهم، كالأردو، لغة الأردو اللي هي لغة المسلمين في الهند، والفارسي كتبوها أيضا بالحروف العربية، عندهم حروف مو موجودة عندنا. أكيد هون بالرياض عندكم بعض المطاعم الباكستانية بتلاقوا كاتبين كلمة ريستوران اللي هي مطعم، كاتبين عليها طاء من فوق، ريستوران، لكن فوق التاء شو كاتبين؟ طاء. هو حرف محير عندهم، عرفنا؟ لأنه العجم عندهم حروف مو موجودة عندنا. هلا مثلا خد حرف بور، بور في حرف اسمه، بعد فمي عن الميكروفون، بور حرف صاير بين البي والفاء، فلما بيجوا بدهم يكتبوا بالحروف العربي بيحتاروا، ناس بتكتبوا بالفاء وناس بتكتبوا بايه؟ بالباء. اصفهان، اصفهان بلد اسمها اصفهان، بيجوا مره بيكتبوها اصفهان بالفاء وناس بيكتبوها ايه؟ اصفهان. هلا في عندنا ابو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب وفي عندنا الاصفهاني الراوي عن مين؟ عن ورش، من نفس البلد، هي البلد اسمها اصفهان. انتبهنا كيف؟ جيلان، بلد اسمها جيلان، جيلان
بيجوا بدهم يكتبوها ما في بالعربي حرف جي، فناس بيكتبوها بالجيم باعتبار في مناطق بجنوب الجزيرة العربية بينطقون الجيم ايه جي، بيقول لك مثلا نجيب الجمهورية، ها في عدن وغيرها وتعز، ها عم يضحكوا الشباب. هذه الجيم اللي في جنوب الجزيرة في أهل اليمن انتقلت إلى مصر بالفتوحات الإسلامية مع الجيش اللي كان مع عمرو بن العاص، لأن أغلبه كان من هناك، فلما بنى الفسطاط استوطنوا هناك، وانتشر هذا الصوت من القاهرة إلى الإسكندرية بهالمناطق هاي. هلا لو طلعت أنت مثلا الشرقية، منطقة الشرقية في مصر، تجدهم كالجزيرة العربية، القاف بيقولوها جا، القاف بيقولوها جا، والجيم بيقولوها جيم. لو نزلت إلى الصعيد تجد القاف قاف والجيم جيم، إلا من القاهرة وانت طالع لوين؟ للإسكندرية، هالمنطقة هي بالذات شو بيقولوا؟ مثل أهل اليمن، مو كل أهل اليمن، قلت لكم عدن وتعز وكذا بيجيبوا الجيم جيم. ف جيلان هذا بلد، شلون بدهم يكتبوا؟ ناس كتبوا جيلان وناس شو كتبوا؟ كيلان بالكاف. هلا في عائلة بيت الكيلاني وفي بيت الجيلاني، نفس الشيء، هي نسبة إلى جيلان. العجم عندهم حرف اسمه أو، أو مثل الأو الإنجليزي، هذه المدورة ما موجود بالعربية هذا الحرف، الحرف العربي اسمه أو. قالوا تعملون، يعادلها بالإنجليزية دبل أو. هلا بالإنجليزي بنقول فود، ما هي هذه الواو العربية، فود هذه الواو العربية، يقابلها بالفرنسية أو إي، أو المدورة أو اللي هي بيقولها بالإنجليزي يو، إذا أجوا وراء بعض أو إي بيقولوا أو، نفس الواو العربية، لكن أو ما عندنا بالعربية. فالعجم عندهم، فلما بدهم يكتبوا لغتهم بالحروف العربية، لما بيجي هذا الحرف اللي هو الأو يضعون بعده ألفا للتفريق بين الواو العربية والواو تبعهم، تكتب ولا تلفظ، مثل ألف التفريق التي عندنا في نحو قالوا، ألا نضع ألف التفريق، هم يضعون أيضا ألف بعد الواو، تكتب ولا تلفظ. عندهم بلد اسمها خورزم، شو اسمها؟ خورزم. فحتى يفرقوا، حتى ما يقرأها الإنسان خورزم، خو بالواو العربية، يضعون بعد الواو ألفا تكتب ولا تلفظ، بمعنى انتبه هذه خورزم. بيجي واحد غشيم مثل حكايتي شو بيقرأها؟ خوارزم، وبيقول لك العلامة الخوارزمي، لك يا عمي ما في خوارزم بالدنيا، في ايش؟ خورزم وخورزمي. انتبهنا؟ خوست في بلد بأفغانستان شو اسمها؟ خوست، بيقول لك العلامة الخواستي، مين هذا الخواستي؟ خوستي، البلد اسمه خوست. خوجة، خوجة عند الأتراك والفرس بمعنى الأستاذ أو المعلم، خوجة، بيقول لك الخواجة، ما في خواجة، في ايه؟ خوجة، خوجة أفندي يعني الأستاذ، فضيلة الأستاذ. انتبهنا؟ فهذه الألف التي بعد هذه الواوات سببها أنهم أخذ كتبوا لغتهم بحروف ليست لهم، فلما افتقروا إلى حرف وضعوا بعد هذه الواوات ألفا تكتب ولا تقرأ، ما بيقرأها إلا واحد مثل حكايتي. عندهم مثلا بيقول لك هنا بيقولوا الناس بيقولوا جواهر للنهر، هو جوهر، جوهر للنهر. انتبهنا؟ هذا كان أظن بالهند، ما هيك؟ جوهر مو جواهر، جوهر، جو. انتبهنا كيف؟ بارك الله فيكم.